حبايبي جريد 3، تعالوا كده نتعلم مع بعض. لو ربنا كرمنا وبابا قال انا هجيب لك هديه، فقال لك انا هجيب لك ساعه الواتش، طب انت عايز ايه بقى؟ عايز اتعلم ازاي اقراها. لما حد يقول لي وات از ذا تايم لازم اتعلم ارد، لما حد يقول لي وات از ذا تايم لازم اتعلم ارد. خدوا بالكم لو سمحت، لو سمحت حدش يقاطعني ونسمع. بصوا حبايبي تعالوا بقى كده نشوف ايه موضوع التايم ونطبق عليه. اول هام انا عملت لك الواتش الساعه بتاعتك اهي، بس انا ما عملتش جواها حاجه، عشان انا عايز اقول لك ان الواتش دي جواها تو هاندس، جواها دراعين، مش هنقول بالعربي غير مره، جواها تو هاندس، واحد لونج والتاني شورت. حلو بالراحه بقى. اللونج ده اهو وظيفتك ايه؟ انت بتاع مين؟ الله لحظة، ما حدش يجاوب بدون اذن، طالما لسه مش عارفين وهنلخبط بعض. ما حدش يرد لغاية ما ابدا اقول يلا نحل. يا مستر انا عندي في الواتش تو هاندز، عندي لونج وعندي شورت. اللونج يا مستر ده بتاع المينت. طيب ادي اول حاجة، والشورت هيبقى بتاع الاور. اسمع عشان نعرف نجاوب، ادي اول حاجه. طيب يبقى دي اول حاجه. طب يا مستر لا بيبقى في واحد تاني بيلف بسرعه، ايوه بتاع السكن، بس احنا مالناش دعوه بيه. يبقى انا اللي يهمني اللونج هنقرا بيه مين؟ اللونج هنقرا بيه مين؟ شكرا. والشورت هنقرا بيه مين؟ بس اهدوا بقى، تعالى يلا نشوف. قال لي بص بقى يا مستر، الواتش بتاعتي بتبقى نمبر مترقمه، فيها نمبر فروم 1 تو 12. اه في ساعات بيبقى ما فيهاش، بس دي اللي متعودين عليها، تلاقيها مع بابا مع ماما مع قرايبك. قال لي بص بقى معايا، من ال 12 لل 1 دي كده انا مشيت اقول عليها ستيب، خطوه. الستيب الواحده ب 5 مينتس، يبقى من 12 لل 1 بكام؟ 5 واحد. ايوه كده ركز بقى. طب من 1 ل 2 اهدى 5 برضه، من 2 ل 3 5 اهدوا بس، من 3 ل 4 5، يعني انا بمشي كل خطوه ب 5 مينتس. طب هو الكلام ده مهم بالنسبه لي؟ اقول لك ايوه. ركز بقى في اللي جايه. يبقى انا هبتدي اقول انا from number to number move 5 minutes. حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ بص بقى معايا، الراجل ده دلوقتي اداني زي ما انت شايف اهو الواتش، وحطيت لي تو هاندس، وسالني وات از ذا تايم. تعالوا نتعلم واحده واحده. لما ادي لك الحاجه بالشكل ده وانا عايز اكتب التايم، عندنا تو ويز، عندنا طريقتين للكتابه. زي ما انت حد مثلا اسمه محمد ويدلعه حماده، عنده اسمين. انا عندي برضو عشان اقول لك رايت ذا تايم عندي تو ويز، بس اقول لك ايه الاهم، ان انت لما تيجي تقرا الاول تدور على الشورت، عشان انا لازم اشوف الساعه الاول الاور الاول. يبقى الجزء الاولاني من الليفت ده بتاع الاور. يا اور انا واقف عند كام؟ الشورت. الشورت واقف عند مين؟ اكسلنت يا روانزا. تعالى بقى نشوف اللونج. اللونج واقف عند مين؟ تروح جاي تعمل كاونت من ال 12 لل 1. يلا كده مع بعض، من ال 12 لل 1 5 10 لا 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 نهدى بس، نهدى زي ما علمتك. تيبل 5 10 15 20 بس. يبقى انا لما اوصل للفور هيبقى وصلت لكام؟ 20. تاني انا عايز اكتب التايم، عيني على الشورت الاول عشان انت بتاع الاول. بصينا على الشورت عند ال1 اهو، شايفين ايدي بتشاور فين؟ اهو. يبقى انا هروح اكتب هنا 1 اهو، هتيجي ال1 دلوقتي. تعالى بقى لللونج. اللونج عندي الفور، ايدك تطبق تيبل 5 15 20. اروح جاي اكتب 20 حبايبي، يلا انزلي يا 20.
ماشي، كل واحدة بفايف. خلاص عرفناها. يلا بقى. خلاص يا بابا، خلاص يا ابني. تو بنتي، في مشكلة؟ طب هل في طريقة تانية؟ اسمع بقى وما تتخضش. قال لي الطريقة التانية كلمة مثلا، عايز اقول دي بالعربي اسمها واحدة وتلت، اسمها واحدة وايه؟ ده بالعربي. انا عايز بقى اتكلم انجلش. كلمة وي، اسمع بقى، لو يا ريت نسمع عشان ما نستهلكش الوقت. كلمة وي عندنا احنا تتقال باست. ثانية يا مستر، بص كده، تعالى نعمل ستوب ونروح هنا ونلعب شوية مع بعض. لو انا يا مستر كاتب كده وان وكاتب جنبها تن، دي بالعربي واحدة وعشر دقايق، ده المينت ده. يا مستر انا مش عايز اتكلم بالعربي، انا عايز انجلش حبيبي. تروح بادئ بالمينت دي كام؟ اروح جاي اقول تن. كلمة وي اللي انا بقولها واحدة وي نقول عليها احنا باست، اهي تن باست كام؟ وان. في مشكلة؟ لا. لا في مشكلة، نقول تاني يا مستر بالراحة. اسمع وتعلم. لو أنا لقيت كده، بص معايا، أنا عيني على اللونج، لقيته عند كام؟ وادي التويلف. يلا كلنا نحسب هو مشي كام مينت. يلا فكر واصبر بسرك، في سرك. ها كلنا يلا بقى، هو مشي كام مينت؟ 15. اسمع بقى، واللونج سوري والشورت واقف عند كام؟ 6. بص بقى، يبقى انا هكتب 6 وادي 2 وادي هنا 15. دي اول طريقه للرايت حبيبي. اسمع عشان خاطر، تعالى بقى نكتبها بالطريقه الثانيه. قال لي بص بقى، احنا عندنا ال 15 يتقال عليها كوارتر. كوارتر كمان مره يا مستر، لما نلاقي اللونج عند الفري، اللونج عند 3 يعني 15 مينتس، ال 15 بتاعتنا بيتقال عليها ايه يا حبايبي؟ كوارتر. يبقى انا هنا هاجي اقول كوارتر باست 6، معناها بالعربي حبايبي الساعه 6 وربع. نقول تاني حبايبي، يلا نلعب سوا. يلا انا عايز كله يقرا. اسمع يا قمر، كله يقرا. هشيل دي كده واجي اعمل اللونج سوري الشورت هنا. يلا مين عايز يقرا؟ ها سجا. ايوه 12 كوارتر. بس انا ما ينفعش ادخل 12 مع كوارتر. لو عايز اقول كوارتر ابتدي بيها الاول كوارتر باس 12. عايز حد يقول تاني؟ ها عمر، ممكن اكتبها بالشكل ده؟ بص بص، اقول ايه 12 وهنا اكتب كام؟ 15. انا عايزك ما تخافش، اتعلم انك تقول من غير ما تخاف. طب يلا نلعب تاني. ايه ده هنلعب تاني؟ اسمع يا قمر، بص كده، حطيت ثواني حبايبي، راح فين الواد ده؟ اهو اهو، حطيت الراجل ده كده ورحت عند الناين. يلا كنان كوارتر 2. اي لا كوارتر باست، باست عشان انا التسعة وربع. امتى اقول 2؟ دي حالة تانية، اصبر ما تستعجلش يا باشمهندس. يلا ارجع تاني وقول. ها كوارتر باست 9. ايوه كده كوارتر باست 9. طب يا مستر عايز اقولها بطريقة عمر. ها يلا يا تسنيم. لا الشورت عند الناين، يبقى ابدا بالناين عشان هي الاور ناين. وهنا لا الثري هنكتبها ايه؟ اطلع ايدي واعمل تيبل فايف لغايه ما اوصل للثري. ها يبقى هنا يا بابا 15. طب نقولها تاني حبايبي؟ حاضر يا باشا، تعالى يلا نقول سوا، بس انا عايز الناس تركز. بص كده يلا حبايب، ها مين عايز يقول؟ حبيبي اتفضل يا اياد. فور؟ لا ما بقولش اورز خالص حبيبي، بنكتب فور بس حبيبي، نكتب فور بس. ها ايه
برافو، وادي 15. عايز حد يقولها تاني؟ قول يا ياسين. كوارتر باست 4. يلا تاني، عايز الطريقتين. لا تسنيم انت قلتي معايا، وعمر قال، محمد وليد. ها، كوارتر باست 15 على مهلك. ودايما لما تيجي تجاوب تبص على المساله مش على المستر عشان ما تتوهش. عايز حد من اللي جنبي؟ يلا يا هبه، ها اقري يا عمر. ايه اللي انا عاملها دي يا حبيبتي؟ ايوه 4، وممكن اقول اند 15 ينفع. شكرا شكرا. طب عايز اقولها بالطريقه دي عشان برضو اتعلمها. كوارتر باست 4، يبقى يا مستر لما يبقى اللونج عند 3 انا كده اسمها كوارتر، بالبلدي ربع، بالعربي ربع. نقول تاني حبايبي؟ نقول تاني؟ حاضر، اسمع بس معايا، تعالى يلا بسرعه نرجع هنا. بص يا قمر الليالي، عندنا واحده تانيه. اه بص بقى معايا هنا، مين عايز يقول التانيه؟ ببتدي بالشورت ولا باللونج؟ سما ايسل سوري، بالشورت. برافو. طب الشورت واقف عند مين؟ 5. ما اقولش السكس عشان هو لسه ما راحش عند السكس، يبقى 5. طب انا مشيت كام مينت؟ بصي هو 8، اطلع على ايدي كام؟ 8، واعمل تيبل 5. يلا بقى معلش ايس اللي هتقول، سمعيني يا قمر. 5 10 15 20 25 30 35 40. اكسلنت يا قمر. طب يلا هنلعب واحدة كمان، بصوا معايا، صدقوني كلكم هتجاوبوا، بس خلي بالك يا عياد يا حبيبي، أنت جاوبت مرة، إدي فرصة لغيرك، أنت مش عايزك تزعل بس، هخليك تجاوب لوحدك، يلا بصوا معايا. إيه ده بقى؟ إحنا عندنا ثلاث حاجات أساسية، اسمعوني بس الأول. لما ألاقي، لما ألاقي اللونج عند 12، اللونج عند 12 تبقى ساعتك رايت، يعني ساعتك مظبوطة. يلا بقى نلعب، مين عايز يقرا؟ ياسين انت جاوبت، اسكت بس حبيبي. لا ايسر جاوبتي. سما، لما تبقى اللونج عند ال 12 يعني انا لسه ما مشيتش ولا منت، اروح للشورت انا واقف عند مين؟ يبقى اقول اتس 6 كلوك، بس كده. اسمها ايه يا بابا؟ 6 كلوك. هنلعبها تاني مع بعض اهو. بص يا عمر، اتس 6 كلوك، او اكتب 6 وما عنديش حاجه في المينت. يا مستر مش فاهمين. حاضر يا عمر، تعالى يلا اسمع يا بابا، اسمع ما تضيعش الوقت. بصوا بقى يلا نلعبها سوا. سوري، ادي الواتش بتاعتي الجميله، وادي ال 12. لو لقيت اللونج عند ال 12 بص بقى، 1 2 3 4 5 6 7 8 ودي 9 10 11. يلا بقى لو لقيت الشورت واقف هنا، مين عايز يقرا؟ لا سما تاني. سما، اللونج عند 12 يعني انا ساعتي رايت مظبوطه، اروح للشورت واقف عند مين حبيبي؟ يبقى اقول اتس 11 او كلوك. طب يلا معلش سما لسه مش فايقه. ملك، لو لقيت يا حبيبتي اللونج عند 10. شطورة. يلا اللي جنبها تسنيم، لو لقيت الشورت عند ال 8. شطورة. يلا نرجع تاني، يلا يا هبة. أيوة كده يا هبة اتكلمي. سوري مريم حاك عليا، لو لقيت الشورت عند 2 واللونج عند 12. الله عليكي. يلا أيسل، لقيت الشورت عند 3 واللونج عند 12، اتعودوا التكرار. ها 8 اتس مش 8، اتس 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 3 كلوك. يلا اياد عشان ما يزعلش مني، الشورت عند 6 واللونج عند 12، افهم اتس 6 كلوك. شطوره، في مشكله؟ تعالوا بقى ناخد اخر واحده عشان اقول لكم نحل. اه يا عم خليك تحل. بص بقى، بص لا لا دي خلاص خدناها. يلا يا مستر اديني جديد. اه ده الجديد اهو، سوري ارجع يا مستر لو سمحت. الا لا ملاحظه المره دي، دايما عينك على اللون. هي يا ساجا كنت هتقولي حاجه؟ باست هاف باست. الله اسمع بقى ساجا، عايزه تقولي
ان انا لقيت اللونج عند 6 لقيت اللونج لما يبقى اللونج عند 6 بالعربي اسمها ونص بالعربي ونص يعني كده 2.5 يا مستر انا عايز اتعلم انجلش الاور واقفه عند مين ما هوش عند الفري هي عدت التو تبقى عند التو يبقى دي 2 وانا مشيت 6 اطلع على ايدي 6 وطبق تيبل 5 صوت واطي حبيبي 30 ماشي يعني يبقى احنا مشينا 30 مينت اسمع بقى عندي طريقتين للكتابه تو ويز الاول لما يبقى اللونج عند 6 اقول سوري هاف 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 اور بص بقى اسمع بقى اهو يبقى اللونج عند 6 يبقى دي اقول عليها هاف يبقى انا عايز اقرا اسمع بقى وال 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 والشورت بتوين التو والثري يبقى هو عند التو ادي اول طريقه بتنزل اهي اتس هاف باست تو اتس هاف باست تو يبقى يلا نقول في سرك بقى لما يبقى اللونج عند السكس يبقى انت هاف طب بالمينت انت 30 اهو ادي الطريقه الثانيه اهي اهي 2:30 طب معلش يا مستر تعالى اديني عليها كمان حاجه بص يا قمر الليالي بص يا حبيبي لعبه المره دي يا مستر ده ايه اللونج ولا الشورت يلا بقى عايز كل واحد يقول معايا ها لو انا لقيت الشورت كده مين عايز يقرا طب ملك هاف باست 1 عايز طريقه ثانيه 1:30 برافو عليك يلا عايز حد تاني ها يلا حبايبي روانزا هاف باست 2 عايز حد يقرا بطريقه ثانيه ايسل 30 يلا حد كمان يلا نرجع محمد وليد ها 3:30 صح عايزها بالطريقه الثانيه ها هاف باست 3 لا هاف عشان ال 6 و 3 عشان الشورت رايح عندها طب يلا تاني عايز تسنيم هي يا قمر لا الكوارتر لو اللونج عند ال 3 اللونج هنا عند ال 6 يبقى نقول عليها ايه؟ هاف بس 4 شطوره ها حد عايز يقولها بطريقه ثانيه؟ حبيبتي يا سما اديك مسألة يلا يا قمر بصي بقى اللونج عند 12 يبقى نقول ايه؟ سوري الشورت عند 12 بصي بصي يا عايز ها؟ ممكن اقولها بطريقتين ممكن اقولها كده 12:30 طب عايز اقولها بالطريقة الثانية اللونج عند ال 6 يبقى اقول عليها كلمة ايه يا قمر؟ يلا حبيبتي هاف باست 12 طب نقول تاني سوا يلا حبيبتي قولي معايا يلا يا قمر ها تعالى نشيل كل اللي انت كتبته يا مستر وسما هتقول معايا وتركز بص يا سما هنقولها بأني طريقه الاول بالديجيتال الديجيتال ان انا بكتب النمبر يلا حبيبتي ابدا اشوف الشورت واقف عند مين حلو اروح كاتب 12 اهي يا حبيبي سوري اهي يا بابا يبقى اكتب 12 يلا بقى اللونج واقف عند مين عند ال 6 وال 6 اعمل لها تايمز 5 تبقى 30 ده اسمه برنامج الديجيتال الساعات الديجيتال في ساعات ديجيتال ما فيهاش لا لونج ولا شورت ساعات اسمها ديجيتال ما فيهاش لا لونج هاند ولا شورت هاند عايز الطريقه الثانيه برضو يا سما ها لما يبقى اللونج عند 6 نقول ايه يا قمر؟ الله هاف باست الشرطة عند مين؟ يبقى نقول هاف باست 12 مين عايز يقول بسرعة عشان ننجز الدرس؟ يلا يا ساجا بص يا ساجا الشرطة عند 10 هاف باست 10 10:30 برافو عليكي تعالوا نعمل ستوب ايوه احنا خدنا 20